السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أخيرا تم الإعلان على أرخص آيفون، حيث أعلنت شركة أبل منذ قليل على الآيفون SE الجديد، جهاز طال انتظاره. سنتعرف على مواصفاته والسعر الذي ينزل به. فقبل أن نبدأ أعمل لايك للفيديو، وإن لم تكن مشترك بالقناة فلا تضيع هذه الفرصة، واذهب واشترك الآن لتكون أول من يتلقى الأخبار التكنولوجية أولا بأول. بداية، هذا الجهاز يمكن اعتباره على تحديث للآيفون 8 مع كاميرات أفضل ومعالج أقوى بكثير، وكذلك ألوان جديدة. ويأتينا الجهاز مع شاشة من نوع ريتينا HD بحجم 4.7 إنش، كما يأتينا مع تاتش ID في زر الهوم نفسه الموجود في الآيفون 8. ويأتينا الآيفون SE مع أقوى معالج، نفس المعالج الذي استعملته شركة أبل العام الماضي في الآيفون 11 وال11 برو وال11 برو ماكس. أكيد الـ A13 بايونيك معالج سفاح، من الممتاز أن نرى هذا المعالج في جهاز بالسعر الذي ينزل به الآيفون SE. ويأتينا الجهاز مع كاميرا خلفية واحدة تأتينا بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.8. ومن المؤكد أننا سنتحصل على نتائج ممتازة مع هذه الكاميرا، بما أن الجهاز يأتينا مع الـ A13 بايونيك. تحتوي الكاميرا على تثبيت فيديو سينمائي، كما يمكن لهذه الكاميرا التصوير بدقة 4K بسرعة 60 فريم في الثانية. وبالنسبة لكاميرات السيلفي، فيأتينا الجهاز مع كاميرا أمامية واحدة، نفس الكاميرا التي كانت موجودة في الآيفون 8، تأتينا بدقة 7 ميجا بكسل. يأتينا أيضا مع الشاحن الصغير بسرعة 5 واط، نجده موجود في علبة الجهاز، إلا أن الآيفون SE الجديد يدعم الشحن بسرعة 18 واط. والجديد أيضا أن هذا الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي. الآيفون SE الجديد يأتينا مع IP67 لمقاومة الغبار والمياه، مما يعني أن الجهاز بإمكانه أن يبقى لمدة نصف ساعة في عمق متر في الماء دون أن يحدث له أي شيء. وسيتوفر هذا الجهاز بثلاث نسخ. النسخة الأولى ستأتينا مع 64 جيجا مساحة داخلية، سعر هذه النسخة سيكون 399 دولار. النسخة الثانية ستكون مع 128 جيجا مساحة داخلية، وسعر هذه النسخة سيكون 449 دولار. أما النسخة الثالثة فستكون مع 256 جيجا مساحة داخلية، وسعر هذه النسخة سيكون 549 دولار. أصدقائي، كان هذا كل ما يخص الآيفون SE الجديد. أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو وأنه أعجبكم. فتأكد أن تكون مشترك بالقناة، لأن هناك المزيد من الفيديوهات القادمة في هذه الأيام على الآيفون الجديد وغيره من الأجهزة. وفي النهاية لا تبخلوا علينا بلايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.